أسعد الله صباحكم أسعد الله مساءكم أينما كنتم معكم إبراهيم إدريس عبر سلام ميديا ونافذة أدال ننقلكم في هذا اللقاء مع الأستاذ عبد الله سليمان المناضل في جبهة تحرير إريتريا قيادة المجلس الثوري والذي كان يقوده من قبل المجلس الأعلى في رحلة في الذاكرة الإريترية بين الزمان والمكان وما بينهم من تجارب آه سبق أن آه شرحنا آه رحلته وقدم لنا شهادات وإفادات وذكريات عن مرحلة النش إلى أن انضم لجبهة تحرير في جبهة تحرير المراحل الأولى من انضمامه التي آه تخلصت بأن يكون إحدى كوادرها الفاعلين حيث انضم لي حركة الإصلاح مع رفاقه والتي استخرجت عبر حوارات مكثفة بين كوادر التنظيم من جميع خلفيات المجتمع الإريتري إلى أن يصلوا إلى 21 نقطة مطلبية أملاً للوصول إلى المؤتمر الوطني الشامل عبر توحيد القيادات والجيش وصولا بمشاركة الجماهير في هذه المرحلة الجديدة التي أصبحت فيها الثورة الإلكترية تحدياتها أكبر من إمكانياتها فكان يجب أن يكون هناك تغيير في إمكانيات وأسلوب وأدوات تفعيل النضال السياسي ألا وهي النقاط الواحد وعشرين لحركة الإصلاح كانت المقدمة النظرية والفكرية في الممارسة نحو دفع كل القوى الأخرى اللي كانت موجودة في مواقع خسيرة من أجل الوصول إلى هذا المؤتمر ومشاركة الجماهير هنا عبد الله سليمان تم استكشاف قواه وقدراته في إطار عمله مع حركة الإصلاح من مجموعة كانت في تلك اللحظة أمت على تكوين أول تنظيم سري آه يعتقد بالماركسيه كاسلوب ومنهج للتفكير السياسي اتصلوا بالاستاذ عبد الله سليمان المناضل الكادر السياسي وقبل هذا آه هذه الدعوه حيث شارك بقبوله الانضمام لهذا الحزب استاذ عبد الله الان انت شخصيه حملت لوائين لواء التنظيم العمل وسط تنظيم سياسي وطني عريض ايضا انخرط في تنظيم سري يؤمن بهذا التنظيم ويؤمن ببرنامج يوصله الى مر الامان من خلال عقد المؤتمر الوطني. في هذه الرحله التنظيم هذا عرف انه كان يشارك في كثير من الادوار إلى أن وصل المؤتمر الوطني وبعد المؤتمر الوطني تغير وضع هذا التنظيم بحيث أن أصبح هو التنظيم القابض على كل مجريات العمل السياسي والعسكري والجماهيري أستاذ عبد الله ولي الأمانة نطلب شهادتك في ما قمت به من دور أو شاهدت أو ما تابعته من نتائج فيما يخص الوصول للمؤتمر الوطني عبر التجارب الآتية تجربة الوحدة الثلاثية آه مؤتمر عردايب مؤتمر أدوبحة مؤتمر عواتي المؤتمر الوطني الأول ماذا كان دورك؟ ما كانت ماذا كانت مشاهداتك؟ في اقتضاب حيث نود فقط أن تعطينا برقيات آه دون التفاصيل آه باعتبار أن هذه القضية مكررة لكن نصبوا أن نعرف دورك ورؤيتك في هذه المراحل تفضل آه باختصار آه نحن في النشاط في بتاع حركه الاصلاح قامت الوحده الثلاثيه وده معناها يعني شرخ كبير هو يعني منطقتين ما فيهم وثلاثه مناطق يعني توحدت لكن الدور بتاعي كان انه آه ندفع الطرفين الوحده الثلاثيه والمنطقتين نزلل لانه مساله الباب مفتوح يقولوا الناس وحده ثلاثيه والاخرين يعني برضو محقين يعني يقولوا يعني ما دعوه عشاء يعني عشان نجي نخش بالباب و و وفي ناس بيبثوا شكوك كثيره بين الطرفين يعني يحاولوا إنه يبعدوهم فدي لحسن الحظ الزخم لتوحيد الجيش كان كبير حتى هم في النص عملوا الوحده الثلاثيه واضطروا في النهايه يجوا مش اضطروا بالمعنى يعني في النهايه استسلموا وقبلوا واقع انه يعقدوا مؤتمر ويوحدوا الجيش يعني. على آه أيوة. عردايب ماذا تم فيه؟ والله أهم في عارف. اهم النتائج ايوه في عردايب طبعا آه في شكل سؤال وجيه ايوه يعني باختصار آه طبعا الوقت ذاك يعني آه زمان كان خمسه مناطق الوقت ذاك كمان جات تسميه جديده لكن مرتبه على انه كل واحد مسك من آه في يعني جغرافيا معينه موجود قطاع حماسين يقولوا كله زي. الوحدة الثلاثية من اعضاء الوحدة الثلاثية أعضاء الوحدة الثلاثية بين مين؟ القيادة بين مين؟ الوحدة الثلاثية الوحدة المنطقة. بين المنطقة الخامسة والثالثة والرابعة فبقت المنطقتين ماذا تم في عردايب؟ في عردايب يعني احنا عايزين نصل للمؤتمر الوطني ايوه وعايزين مشاهداتك فقط وما عايزين نسهب في التفاصيل ايوه لانه دي عايزه كتب ايوه لكن عايزين نصل للفكره انه كيف تم تحقيق او ما تحقيق ال الوحده ال بين التنظيمات هذه ايوه ف المسار الوحيد اللي انت عشته هو م. وصلت انت للمؤتمر الوطني الاول ايوه لم تصل للتنظيمات الاخرى لانه انشغال تم في ثوره أيوة. فكيف كان دوركم فيها؟ نحن طبعا آه من على دايب ايوه آه على دايب اساسا كان الهدف منها انه يكون في مؤتمر عسكري اوكي مين شارك فيه؟ آه شاركت فيه القطاعات الثلاثه عشان تشارك فيه قطاع حماسين وقطاع الوحده الثلاثيه آه آه لا لا بيبقى. الوحده الثلاثيه اه, آه اوكي أي. على دايب آه ده المنطقه الخامسه ده لا لا آه. ما إن إحنا. وحدة ثلاثية بقت ايوة أوكي. تمام؟ اوكي وفي منطقتين يعني ايوة و... يعني قلنا يعني جاءت فكرة أنه نناقش كده كيف مسألة الوحدة دي ايوة يعني كيف نقدر نتجاوب معاها ونحاول فعلى دايب مم. هي بين الوحدة بين, بين المنطقة الثانية والأولى وقوة أخرى انت قاعد تقول لا كانت بين اللي حضروها أيوة. هم المنطقه من الاولى والثانيه ايوه, أيوة. بعديها كيف وصلنا لمؤتمر ادوبحه؟ المنطقه الاولى والثانيه و مؤتمر ادوبحه وصلناه من عواتي هناك في عرديه بتعسر ايوه لانه في فريق ما جاء أيوة. ومن جديد بدانا نحن في الميدان أيوة. اتصالات وجينا وفهمنا الاسباب اللي ما خلت مثلا مؤتمر عواتي قبل ادوبحة ولا ادوبحة قبل عواتي؟ لا لما عواتي بعد ادوبحة بعد ادوبحة ايوه ايوه, أيوة. طيب وصلنا مم. لمؤتمر ادوبحة كيف أيوة. وصلنا لمؤتمر ادوبحة؟ طبعا آه... آه... او كيف وصلتوا انتم بالتحديد؟ لا مؤتمر آه... ادوبحة ايوه يعني آه... وصلناه قبل الوحدة الثلاثية أصلاً أيوة تمام؟ يعني ده حصل اتفاق فيه يعني أوكى. حصل فيه اتفاق كامل وحتى الوحدة الثلاثية جات يعني وكي. بعد الو... بعد أدوبحة؟ أيوة آم... بعد أدوبحة جي... جينا في عواته لأنه أيوة. حصلت أيوة. بعد أدوبحة حصل ايه؟ آه، كنا مناطق عسكريه لكن هسه كمان ثلاثه معسكر بقينا اللي هي اللي هي معسكر آه، معسكر آه، بركه ايوه ومعسكر سنحيت ايوه وقطاع أيوة. يعني يسموه كان ايوه ما تسميه رسميه دي وصل أيوة. وقطاع كلوغزاي ايوه آه، كده كان يعني ايوه والحقيقه آه، يعني كانوا منعزلين من بعض تماما يعني نقدر نشخص ايوه حس اه نقدر نشخص انه التنظيم هذا اللي هو كان اصلا قاعدته المناطق الخمسه تغيرت شكله وتفرغت به السبل ايوه, أيوة. انتم وصلتوا في النهايه لمؤتمر عواتي أيوة. ماذا تم في مؤتمر عواتي؟ في مؤتمر عواتي آه تم الاتفاق كان في آه نقطتين يعني اساسيتين ايوه الثاني فرعي هو أيوة. النقطتين الاساسيتين هو انه آه نكون لجنه تحضيريه أيوة. وننتقل لعقد المؤتمر خلال سنه لكن بين ادوب وبين عواته القوه السياسيه الاخرى اجتمعت في الخارج سمعنا عن مؤتمر عمان سمعنا عن آه سدوحيلة سمعنا عن مجاميع اجتمعت في بيروت ايوه ده كان واقع موجود موجود فانتوا الجانب ده موجودين في اطار خطكم مم. اللي هو حزب العمل كان موجود ويقود فيه بالتاريخ ايوه صح؟ ايوه مؤتمر عواتي برز فيه واضح دور حزب العمل في انه يحدد سياسه هذا التنظيم وشكله اما ما كان قبله كانت تقوده قياده جماعيه واختلفت هذه القياده الجماعيه مم. يعني مجموعه زي ناس عمر وزي ناس ابو طياره زي أيوة. ناس آه عجيب زي ناس آه سياسه فوركي ومجموعته كل هذه القوة لم تصل معكم في مؤتمر عواتي ايوه هم اخذوا ايوه, صحيح. آخر أيوة. نعم آخر. أيوة. هنا حزب العمل كان يقود هل هذه حقيقه ام لا؟ والله هي القياده طبعا يعني آه نسبيه هي نسبيه لما اقول أيوة. يعني آه كان في اهتمام أن المشاركة تكون موسعة سواء كان في اللجنة التحضيرية سواء كان في في الإعداد للمؤتمر برزت أسماء مثلا حرية اللبايرو في الصوم قبل سلاس عثمان هومت همت هي. هي. كاربنتر عبد القادر أه كاربنتر هؤلاء الجيل أه نسمع عن بادومي أه نسمع عن ادريس بادومي نسمع عن هؤلاء الكوادر مع ناس عبد الله آه آه عبد الله عمر ناصر اسمه سراج أيوة 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 أيوة. عمر جابر الاتحاد الحركه الطلابيه دي كلها قوه كانت مصنفه مم. انها يعني يعني أيوة تؤمن بتجربه حزب العمل ايوه آه الاساسيه من حزب حركه الاصلاح انضمت لهذه القوه وانضمت لهذا الحزب أيوة أيوة. من اسماء كبيره زي عبد الكريم رمضان وشكين وكل هذه القوه مم. مم. فهنا ده آه المسار لانك انت احدى هؤلاء الكوادر أيوة. يعني كنت في مرحله كادر في مرحله اصبحت قيادي فتوصلت انتم في المؤتمر ادوب ان تقودوا هذه المسار الى مرحله جديده والله عكست الصوره تماما يعني ايوه يعني كل اعضاء من الكوادر اللي هم اعضاء من قياده حزب العمل يعني كان عندهم دور رئيسي في جميل ايوه جميل. والدور الرئيسي ده ما نجح ساكت الحقيقه أيوة. يعني, يعني ما, ما يعني ما كان في فرد كان في تشاور ايوه لانه حس ان احنا الحزب ده يعمل للجبهه العريضه يعني طيب. مش لنفسي يعني انا بتجربتك الخاصه وبعرفتي في أيوة. بعض الاشياء م. انت كنت صديق للدكتور يحيى جابر ايوه هسه قبل في ما في اجي العرب. فيها الدور بتاعي انا حاسة في ايوه في تمرعواتي ايوه كانت فيه يعني كده انعدام ثقه بين التجمعات يعني أيوة العسكريه اللي ايوه عسكريين هم كلهم اللي حضرت في في مؤتمر عواتي في مؤتمر عواتي لكن فيه برضه قواد سياسية أيوة, أيوة, ايوه كيف يعني نضيق الشقه, أيوة, بتاعت الشقة أيوة, ايوه يعني ما ما نحاول نفرض شيء على طرف يعني ايه هو الدور اللي لعبته هنا ايوه هنا مثلا كان يهمنا انه نتفق اول على اللجنه التحضيريه. انت يا استاذ عبد الله شو عشان ما انا في هل انتم ولا انت؟ انت لوحدك؟ لا لا انا, أنا بتكلم عن دورك. دوري كفرد ايوه كان ده انه المؤتمر تعمل ده ده. لهذا المسألة. ايوه اعمل لانه تتكون اللجنه التحضيريه ايوه واعمل بأني ينص في قرارات المؤتمر ايوه انه خلال سنه يعقد المؤتمر أيوة. ده كدوري. أوكي. مع تمام. الحزب الدور أيوة. بتاعي ايوه انه نحن يعني نتحاور ما نحاول نغلط بعض ونقول والله يعني من جانب ده حصل ده من جانب ده حصل ادينا مثال نحن ادينا مثال م? اديني مثال لا ما مثلا آه آه الاخوان المناضلين آه في عوبة بالاجتماع الاول اللي كان يفترض انه مثلا يكون يكون هو عواتي يعني مؤتمر عواتي ايوه ما جو ما جو ليه؟ ها؟ ما جو ليه؟ والله دي اسباب حسا ما تفيدنا عشان طيب طيب يعني. فحسه نركز في مؤتمر عواتي ولكن بعدين جو في عواتي وخلاص طيب <applause> انت ما جاوبت على سؤال كنت عابر سال ايوه ايوه تجربه الدكتور يحيى في الفتره دي كانت ايه قبل استشهاده والله طبعا احنا نتكلم عن التحول النوعي، التحول الديمقراطي، مم. مساهمه قوه جديده، كوادر شباب، ناس عندهم رؤيه نظريه، مم. في واحد من التجارب غفل عنها التاريخ بشكل او اخر أيوة. هو يحيى جابر وانا اعرف انك كنت جنبه في اللحظه أيوة. يعني. ممكن تحكينا؟ لنا آه جاء يحيى طبعا من زمان ما بعرفه جميل آه لما جاء الميدان والتقينا هناك الفترة اللي اللي هو جاء فيها الميدان يعني اجازه ايوه لفترة محددة أيوة. ثلاث شهور ما اعرف ولا شيء ايوه وانا وابراهيم محمد علي ايوه آه الشهيد محمود شكيني أيوة. كان مسؤول الاعلام أيوة. قال لنا اعمله في الاعلام الثلاثة وبعدين أيوة. ايوه اوكي ايوه مشينا اخذنا الاتنا واجهزتنا وكل حاجه أيوة. ومشينا همبول يعني عدقاقه يقولوا لي أيوة. اخترنا المكان ذاك أيوة. وكنا فيه وافتكر بعد لكن قبلها انا والدكتور يحيى جابر لفينا كثير مع بعض يعني. جميل ذاته هو عشان يشوف و... جميل الملامح إيه؟ بتاعتك حسي... أيوة. ف... نتيجه للعلاقه دي ذات اللي عملناها ايوه كنا نمشي مع بعض ونتناقش وكده جانا في المغرب ده. بتاع الاعلام إعلام. في عدقاقه جانا عد هناك اوكي وقعد معنا جميل شفتك كيف؟ ايوه و... هل هو كان عضو حزب العمل؟ سؤال مباشر انا ما كنت اعرف والله ولا طيب. ما عندي علم يعني طيب يعني. كان دوره ايه؟ والله هو طبعا غير انه هو طبيب روجر مفكر وكان عنده علاقه مع الحزب الشيوعي الايطالي ونعرف انه دوره في الحركه اليساريه في الجامعه لما كان في روما آه ايه هي الاضافات اللي قدمها؟ والله انا يعني مثلا مسائل زي دي حكى لي مثلا الاتصالات اللي عملوها في ايطاليا ايوه مع الحزب الشيوعي ومع هناك كان أميلكال كابرال ايوه ايوه حكى لي ايوه لكن بلوم بلوم لكن ما ما اسندت لهم مهمه معينه في الميدان. اوكي، هنا التعالي. نكتفي بدي نكتفي بدي. طيب آه هنا بيان عواتي اللجنه التحضيريه الوصول للمؤتمر. ككادر انت وصلت للمؤتمر على اي اساس وصلت للمؤتمر؟ ككادر طبعا برشحك مين؟ يا توجيه المكتب الاعلام ام نعرف المؤتمر شاركوا فيه كل القطاعات العسكريه السياسيه الاداريه المنظمات الجماهيريه اللي كانت موجوده من القوة شخصك يعني ودورك انت وكعضو كادر حزب كيف وصلت للمؤتمر؟ والله طبعا يعني مش كل الكوادر اللي شاركت لان المؤتمر طابعه يعني عسكري هو يعني نحن اهم حاجه شنو طابعه عسكري لما اقول مش معناه ما يخش فيه يعني ال أيوة. آه، قادة السرايا، الفصائل، قادة ال. كانت في مشاركة عريضة عريضة ايوه عريضة. هو عريضة. هو من الداخل كانوا في أيوة. الداخل. ايوه بالقدر الممكن حضر م. مش كله يعني ما كله صح؟ أيوة. ما هو تمثيل نسبي ايوه مؤتمر. يعني بالضبط ايوه ايوه وبعدين مؤتمر زي ما تقول انتقالي هو ايوه يعني داير يضع خطة انه الجيش او يتماسك ذاته ايوه شفت كيف؟ أيوة. الاصلاح وفي قياده واحده تمام؟ فكره الاصلاح ايوه وحسن قياده من الداخل ايوه فكره الاصلاح ايوه ايوه ودلوقتي مهمته محدده هي ايوه انه يحافظ على تماسكه ايوه وينتخب لجنه تحضيريه ايوه ويتخذ قرار أيوة. خلال سنة يعقد المؤتمر أنا سعيد جدا بهذه النقاط لأن هي نفس النقاط اللي أنت قلت لي لما انخرجت من دائرة القيادة السورية واجتمعتوا انتم كزملاء كوادر كانت رأيكم هي دي الفقد الفكرة دي وصلت ليها بدون الآخرين وصلت فيها مع مع مجموعتكم مع مجموعة كان عندهم خيارات مجموعاتكم. أخرى أيوه. وصلنا للمؤتمر مم. هل الحزب كان هو القوة اللي بتحدد عملية الحراك السياسي في المؤتمر الوطني؟ في المؤتمر الوطني الأول طبعًا ال في ناس ما في الحزب طبعًا أيوة قادة فيه أيوة والمؤتمر الوطني كمان حضروا ممثلين الجماهير يعني زي ما نحن نصينا في 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 الورقة بتاع حركة الإصلاح أيوة يعني ده ده مش مس مسألة مثلًا يعني بتاع تفضل يعني و لا لا أنا ما أصبوا ما قصدوا ليه هو وما يصبوا ليه التاريخ والتفكير العلمي مم. انه التركيز ما يكون في الافراد أيوة. التركيز يكون في القضايا مم. والافكار دفع الاساسيه دفع اللي حيث. ممكن تختلف وتتفق على الافراد آه فهل انتصرت الافكار انت في وجهه نظرك اللي انتم امنتوا بها كجزء اساسي مم. في داخل المؤتمر وهل الحزب لعب دور في هذا الجانب والله, آه والله انا اقول آه انتصرت يعني جميل ايوه انتصرت يعني أوكي. لانه ما موضوع محدد كان ما كان يعني زي ما تقول ما انت احيانا تحاول ان تصلح ايوه شفت لكن لانك ما عارف القضيه اللي عاوز تصلحها ذاته ايوه تمام بتخلق مشكله ثانيه اكيد شفت فنحن أيوة. حددنا المشكله ايوه انه هو انعزال الجيش للمناطق دي عن بعضها بدنا تتوحد تتوحد تعمل قياده واحده. ايوه. قلنا لتجربه عندها يمكن قريب ل سنه. ايوه. التجربه حصل فيها زي ما تقول يعني تعاظمت وبقت عندها نتائج كويسه. ايوه. فبقت اكبر مننا. ايوه. فلا بد الخطوه الاولى نلغي المناطق جيش واحد قياده واحد، نمشي المؤتمر الوطني. ايوه. الجماهير نشركها معانا في المؤتمر أيوة. الوطني، زي ما الجيش اختار الممثلين بتاعه، الجماهير يختاروا الممثلين. طيب. دي كلها تمت. طيب. ولكن في سؤالك أستاذ إبراهيم. أيوة. في نقطة مهمة اللي قلتها، في مؤتمر عواتي، طبعاً الحزب كان عنده دور. أكيد. أيوه، أوكي. كان عنده دور كبير في أيوة. المؤتمر الوطني الأول. أيوه. كان عنده دور كبير. أيوه. شفت كيف؟ أيوه. يعني حتى في إعداد اللائحة بتاع القيادة. أيوه. تعرف الناس بيختلفوا عشان إيه يقول لك يعني آه. ابراهيم آه. ليه قاعد يخش؟ ما يخش فلان ايوه آه، واحد تلقاه مثلا يعني آه، آه، يقول لك يعني آه، لا أحد ما انا مقفوله كده يعني ما نوسعها اشياء و... أيوة. يعني كان... أنا. بقنا... ايوه فدي كمان الحزب كمان لعب فيها دور اوكي ايوه ولكن وغل... انا احب اذكر يعني الحقيقه والتاريخ أيوه. لما انفض عواتي أيوه. اتخذ قرار ايوه كون لجنه تحضيريه قال مؤتمر وطني خلال خلال سنه سنه أيوه. وقال الجهد كله أيوه. ينصب آه. في الاعداد للمؤتمر طيب عملتوا ايه؟ جينا في الميزانيه والمؤتمر داير ميزانيه ايوه والقروش موجوده مع الثلاثه قطاع دا مثلا أيوة. هم اللي موجودين طبعا أيوة. قطاع كله جزاي. يعني ما عنده موارد كثيره اوكي باختصار ايوه باختصار ايوه, أيوة. المهم آه شكلنا لجنه ايوه انا كنت في اللجنه ايوه في شكلنا لجنه و عشان نشوف مساهمات م. في يعني كان في ثلاثه خزينه yeah. كله خزينه ايوه yeah. تدينا ايه يعني اوكي okay. في كل منطقه ايوه مشينا شينا وين المن... الخزائن دي في قطاع yeah. <applause> قطاع بركه وقطاع حماسين وقطاع كلجزاي اوكي okay. ما هي مراكز ملك... ال... انا ما اسميها yeah. مراكز القوه جميل. هي الثوره كده yeah. في تجمعات yeah. يعني وكده ما هو تطور طبيعي مم. ايوه <تصفح> هيكون في بنك ايوه حسي ايوه ايوه وشوية الناس كانت يعني تشك أنه تحصل على تمويل يعني أيوة يعني لأنه يعني جميل. ب... لكن أنا أقول إصرار المناضل الكبير الشهيد محمد أحمد عبده أيوة كان مصر مصر انه يعقد المؤتمر يعني ما تجي اي أيوه طيب من وين اللي قدم. والله ما لقى انا كنت معاه ذاته ايوه مشينا سوا وحكى لي الموضوع و... فالمهم قلنا نمشي في في صالح المناضل صالح كبير آه. صالح حيوتي صالح حيوتي ايوه نمشي فيه وقلنا أيوة. مشينا فيه واداو مبلغ محترم يعني اوكي ايوه نتكلم عن ايه يعني؟ نتكلم عن سبعين ألف دولار يعني سبعين ألف دولار أيوة الوقت ده الدولار دولار أقوى من الأمريكي من الدولار. داخل <تصفيق> من <تصفيق> داخل إثيوبيا ومن داخل الإريتريا. أيوة من داخل الإريتريا تقابلنا في فانا و... و... دعم الاسمين. أيوة طيب لقينا دعم لقينا دعم طيب أبناء القوة الملم تشارك هل حاولتوا تتصلوا بها ومين اتصل بها في المؤتمر الأول في المؤتمر الأول لا لا ما ما والله ما في اتصال تم لانه الامور كمان كانت وصلت هناي الى يعني الشطار ايوه يعني طيب وصلت للمؤتمر و سته من القياده العامه طبعا اعتقلوا دخل بشرخ كبير يعني ايوه هسا إحنا ما في تقييم لا ما في لكن, تقييم. لكن قصدي طيب انا عايز اقول أنا... عايز اوصل <applause> لفكره واحده لانه يعني عندي هنا الاصلاح عندي حزب العمل عندي بينهم الاثنين المناضل آه عبد الله سليمان آه مسلطين الدورة النهارده على عبد الله سليمان حن في لقاءات اخرى حنسلط على اخرين مم. انت وصلت للمؤتمر وحسيت انه جزء كبير جدا من شعاراتكم تم تحقيقها مش كلها صحيح طيب بعد المؤتمر هل انت سا ساهمت في القياده ام آه استمر دورك ككادر؟ لانه نسمع انك انت كنت مشرف بعد المؤتمر مم. في أيوة. اهم منطقه زي منطقه الوحده ايوه ايوه داين. بس انا طبعا دخلوني الحزب أيوة. في القائمه ايوه الحزب واخرين يعني ايوه دخلوني في القائمه وابلغوني يعني ايوه انه انت حتجي في اللجنه التنفيذيه مسؤول الاعلام اللجنه التنفيذيه انتخبت في المؤتمر ايوه أو انتخبوا الشيخ آه ديليش محمد دليش محمد آدم بعدين انتخبوا آه حروي بعدين انتخبوا الزين وكده فأنا قلت لهم داير أبقى كادر يعني كادر سياسي كادر سياسي لا ده لازم تلتزم به قلت لهم المسألة مش أنا قاعد أرفض ولا أقبل المسألة حاجة أنا ما مهيئ عليها ما تدخلوني فيها يعني داير شوية يعني آه اقوي تجاربي يعني أيوة. مرتاح للحاله دي أيوة. عشان كده أيوة. لما قالوا لي دنكالي طوال قبلتها يعني انا أيوة. ما شفت دنكالي حياتي يعني اوكي فتم تعيينك أيوة. كمشرف عام ده. للوحده الاداريه رقم 12 آه، 11. 12, 12 و11 هم طيب ريتك كان مقسمه الى كم وحده اداريه؟ الى أيوة. 12 وحده الى 12 وحده آه، بكده اريد ان اوصل استاذ عبد الله لانك توصلت ككادر الى ان تصل للمؤتمر الوطني الاول واللي هي كانت ضمن مبادئك اللي هي انت ورفاقك عقدتوا العزم على تحقيقها واخذتوا نفسكم قربانا لتحقيق هذا المشروع فيكم من وصل فيكم من استشهد فيكم من قد يكون انقسم منكم برضه وذكرت انت عابرا هذه المساله لكن في اجمالا حركه الاصلاح توصلت انه من خلال انضمام معظم قادرة في داخل حزب العمل وصلت الى المتبر عواتي من المتبر عواتي وصلت للمؤتمر الوطني الاول وفيما يخص شخصك انك انت رفضت ان تحمل مسؤوليه يعني الا وتكون انت قادر ان تنفذها ورايت في نفسك انك ممكن كمسؤول مشرف عام في المنطقه الوحده الاداريه رقم 11 و12 انت تقوم بدورك. هناك اخفاقات في المؤتمر، هناك قرارات تاريخيه، هناك قرارات كلفت التجربه جزء منها الحرب الاهليه، جزء منها الحوار مع القوى السياسيه، ده موضوع اخر نتحدث عنه في مراحل اخرى لكننا الان بصدد انه نتابع دورك انت كمشرف عام. نوجز بهذا الملخص هذه الحلقة ونطلب من المشاهدين متابعتنا في الحلقة القادمة ومحاولة قراءة واستماع لتجربة المراضل عبد الله سليمان وهو كقائد وليس ككادر باعتبار أنه حيمثل اللجنة التنفيذية والسلطاتها كلها المخولة لها في اللجنة التنفيذية في, ذاك في تلك الوحدة الإدارية او الوحدتين الاداريه اللي هي وحده اداريه رقم 11 و12 الى تلك اللحظه استودعكم الله تقسيمة 11 هي منطقه بوري هي بوري تمسكها منطيعه ايوه حد حدود رافلي وتنكاليا القائد هو البطل الشهير الجسور اللي هو علي احمد علي احمد ايوه وصلنا الى اتفاق يعني عشان كذا ما طلعت فينا طلقه واحده من في ما انضرب في دنكالي في صدع ايوه يعني هسه فتحنا فتحنا الخط مع اليمن الشمال يعني ايوه اليمن الشمالي اليمن الشمال دنكالي دي ما ما فيها ماليشيا ولا فيها معسكر وتعجيش جيش ولا فيها حاجه